السلام عليكم وتحية طيبة لجميع المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم معنا من جديد في سلسلة الأثمنة التخفيضية لبيم المغرب. هذه الأثمنة اللي مازال مستمرة إلى غاية 17 تنبير 2024 في مجموعة من الجهات ديال المملكة المغربية. على بركة الله غادي نبداو بهاد النظام صوت سيستيم دو سون افيك فونكسيون بلوتوث. هاد نظام صوت غادي يلقاوه ب 850 درهم اللي هي 3000 ريال، الثمن ديالو من قبل اللي هي 1000 هي 220 درهم 4400 ريال. كاين ايضا هاد الدراجه هوائيه فيلو بوغ ادوليسون اللي جا فيها 21 فيتاس. هاد الدراجه الهوائيه غادي يلقاوها ب 14000 ريال 699 درهم، الثمن ديالها من قبل هو 20000 ريال. هذا هو الشكل ديالها. كاين ايضا هاد الصالون للحديقه اللي متعوداتنا به كتجيبو، رجعتنا به بواحد الثمن اللي هو 44000 ريال 2200 درهم، الثمن ديالو من قبل هو 50000 ريال. كاين ايضا هاد الغساله ديال الاواني من لا مارك اوم ماكس، جاتنا هاد المره في هاد الاسمنه التخفيضيه ب 44000 ريال 2200 درهم. نعاود نذكركم ان هذه الاثمنه مازال صالحه الى غايه 17 تنبير 2024. كاين ايضا هاد المظله الشاطئيه جا فيها جوج ديال اللوينات فيها بالاصفر وبالازرق. هاد باراسول دو بلاج غادي يلقاوها ب 70 درهم اللي هي 1400 ريال، الثمن ديالها من قبل هو 2800 ريال من لا مارك هاواي. بالنسبه لهاد الخزينه او لا كوفر فور فالثمن اللي جابيه هو 350 درهم اللي هي 7000 ريال. عندها واحد الطول والعرض ديال 25 سنتيم على 35، الارتفاع 25 سنتيم. كاين ايضا هاد الفونتيلاتور اوفال او هاد المروحيه من لا مارك افوس غنلقاوها ب 100 درهم اللي هي 2000 ريال، الثمن ديالها من قبل هو 3400 ريال. كاين ايضا هاد الارجوحه ديال الاطفال جا فيها بزاف ديال اللوينات مختلفين، كتلعب سيم 3 سنوات الى ما فوق، غادي نلقاوها بثمن 90 درهم 1800 ريال، الثمن ديالها من قبل هو 150 درهم. كاين ايضا هاد الحقيبه ديال الظهر ساكادو من مارك ستيدي غنلقاوها ب 850 درهم اللي هي 3000 ريال. كاين ايضا هاد الاله ديال زاكليت الراكليت من مارك كيوي لا بويسونس 1200 واط، جاتنا بواحد ديمونسيون تاع 40 سنتيم على 19 سنتيم ديال الارتفاع، غنلقاوها ب 250 درهم اللي هي 5000 ريال، من قبل كانت كتجيب 8000 ريال. بالنسبه لهاد مصفف الشعر بالبخار لي سور دو شوفو افابور غنلقاوه ب 5000 ريال 250 درهم. كاين مجعد الشعر بوكلور بوغ شوفو من لا مارك افير اوم فغادي نلقاوه بثمن 40 درهم اللي هي 800 ريال، الثمن ديالو من قبل هو 1400 ريال، كيخدم بواحد لابويسونس كتوصل 35 واط. كاين تخفيض على واحد المجموعه ديال الملابس الداخليه اللي كيتراوح الثمن ديالها ما بين 19 درهم و50، وكاين نتاع 23 درهم و90. بالنسبه لهاد الجوارب فجا فيهم بزاف ديال اللوينات، غنلقاوهم ب 7 ديال الدراهم القطعه الواحده اللي هي يعني 140 ريال. كاين ايضا تخفيض على المكياج، وهادو هما المنتوجات اللي فيها هاد التخفيضات. كاين احمر الشفاء 35 درهم، مزيل الماسك الهالات السوداء من لا مارك كانفاس تكنيك 3 في 1، جا فيه جوج ديال الالوان غنلقاوه ب 45 درهم. كاين هاد ملمع الشفاء 30 درهم، كريم اساس ب 70 درهم. كاين ايضا احمر الخدود 35 درهم لمارك تكنيك. كاين ايضا هاد اللوحه ديال ظلال العيون من لمارك ريفوليسيون، جا فيها جوج ديال الالوان مختلفه، غادي نلقاوها ب 30 درهم للوحه الواحده اللي هي 600 ريال. بالنسبه للمواد البقاله حتى هي كاين فيها تخفيض، كاين على هاد الحفاضات ديال الاطفال اللي جاو فيهم ثلاث يعني 5 ديال القياسات، رقم 2 3 4 5 ورقم 6، كاين الاختلاف فقط في عدد الوحدات على حسب الحجم يعني نتاع البيبي اللي عنده شي وليدات الله يخليهم له. فغادي نلقاو الباكيه الواحده بثمن ديال 50 درهم اللي هي 1000 ريال. كاين ايضا هاد
الورق الصحي ملا مقبل يوم 12 ديال الغلو ب 16 درهم و90 اللي هي 340 ريال. دقيق القمح الصلب ملفين وماتمورا 5 كيلوغرام غلقاوها ب 40 درهم 800 ريال. اما دقيق القمح الممتاز من ماتمورا 10 كيلوغرام فغادي يلقاوها بثمن 35 درهم. الشاي الاخضر من العز 500 غرام في هذه العلبه لقاوها ب 27 درهم فاصله 50 اللي هي 560 ريال. الثمن ديالها من قبل هو 30 درهم. هكا غنكون وصلنا نهاية العرض ديالنا ديال اليوم. دابا غادي ندوزو نشوفو العنوان والجهة فين جات هاد الأزمنة التخفيضية. هذه هي الخريطة وهذا هو العنوان، 59 نادية 1 شارع محمد توفاني بمدينة الجديدة. هكا غنكون وصلنا نهاية الشرح ديال العرض ديالنا. إلا عجبكم المحتوى وعجبكم الشرح ديالي جزاكم الله كل خير، ما تبخلوش علينا باللايك وبالاشتراك باش تزيدوا تشجعونا على إعطاء المزيد، وإلى عرض قادم إن شاء الله.